مهدي عباد فاعل جمعوي رئيس اربع جمعيات رياضيه و بروموتور ديال هذا ليفينمون كازا غران بري. كنشكر اذاعه اش واقع. الو غنقول لكم شنو واقع احسن ايفينمون ديال البودي بيلدينغ اللي غيدوز في بلادنا وفي المغرب العربي وفي افريقيا. شوف الاخوان راه ما كنضحكوش وما جيناش نتفلاو وما جيناش نتمازحوا جينا نخدموا. الوغ اللي بغى يجي ويشارك معنا هذه التجربه ويدير معارف ويلقى دي زوبورتونيتي للمستقبل ديالو في هذه الرياضه يجي. اخوان بارك عليهم ديك الهضره ديالكم ديال لا هذه الرياضه ما عطاتنيش لا راه الناس دازوا قبل مني وما داروا والو لا طون تا شونس اجي بارطاجي معنا التجارب ديالك نفرحوا بك نفرحوا معك نفرحوا الجمهور وثق بيا غادي تكون الا فائز ما حدك غتوصل لديك المينستا قبل ما تطلع عليها راك ربحتي ديجا و كنوعدكم اننا غادي نزيدوا ونعطيكم اكثر من هذا الشيء هذا وغادي نزيدوا نتضامنوا معكم ونتعاونوا معكم لان هذه رياضتنا وهذه بلادنا وراه ما غنسمحوش فيها. حنا بقينا في بلادنا باش نخدموا بلادنا دونك ما عندي ما نقول لكم. بغيتو تعرفوا شنو واقع اجيو لو 2 اي 3 جويلية تبارك الله عليكم. مبلغ ديال 180 الف درهم بالنسبه للرياضات الاخرى ممكن يجيهم مبلغ كبير. بالنسبه للرياضات بناء الجسم حنا عندنا كيف والو عادي لان الدراري ديالنا يستحقوا اكثر من هذا الشيء هذا. الدراري ديالنا التضحيات ديالهم كبر من هذا المبلغ هذا. الدراري ديالنا اللي كيخسروا على راسهم اكثر من هذا المبلغ هذا. دونك حنا عارفين شنو كديروا عارفين شنو كتضحيوا عارفين كل شيء لاننا ولاد الدومين وهذا الشيء ماشي خساره فيكم وكنوعدكم لي كرون بري جي يكونوا فيهم جوائز كبر من هادو وراه ما كايناش غير 180 الف درهم كاين بزاف ديال الجوائز اخرى والقيمه الاجماليه ديال لو بري اللي غيكون تقريبا واحد 30 35 اللي ما قادرينش يشاركوا. الا كان عندك عذر صحي ما كاين حتى مشكل. الا كان عندك عذر بسيكولوجي راك عيان ماشي بطل باش نكونوا واضحين. الابطال ما عندهمش الاعذار. الابطال كيدابزوا مع الاعذار ديالهم كيتقاتلوا كيجيو يشاركوا وهذا هو اللي تعلمنا في رياضه بناء الجسم. ما كاينش استسلام ما كاينش الاعذار كاينه الخدمه ثم الخدمه ثم الخدمه. السلام عليكم معكم طه الهب واحد من اللجنه المنظمه ديال بطوله الضابطه الكبرى اللي غتكون يوم الثاني والثالث من شهر 7 في مدينه الدار البيضاء. كيف ما كتعرفوا ان هذه الجائزه غابت على المدينه لاكثر من 10 سنوات وفي ديك الوقت ديال التنظيم ديالها كان ضايع الصيت ديال كما كنقولوا بطوله واعه بطوله واعه بطوله واعه. دائما خاصنا نبقاو في هذيك الكلمه ديال واعه كيف رجعنا البطوله ديال الضابطه الكبرى اللي غابت اكثر من 11 عام اللي غادي يكونوا فيها جوائز ماليه اللي صعيب انك صعيب ان كنا غير كنسمعوا بهم كما كنقولوا 18 مليون ماشي شي حاجه سهله. الابطال كانوا دائما كيشكيو على الماده في هذه الرياضه كيقول لك راني كنخسر اكثر من هذاك الشيء اللي كندخل. دابا البطوله غادي تجي بنفس جديد بجوائز ماليه قيمه وما غادي يكون الى الخير كيف ما كنقول. اكيد الى 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 اللي كيعرف اي واحد في اي بلاصه مشيتي في اي درب مشيتي غادي تلقى لاصال ديال الحديد كما كنقول. فين ما تدور غتلقى لاصال ديال الحديد. هذا الشيء كيبين على ان من بعد كرة القدم رياضة كمال الأجسام هي ثاني أكبر شعبية. ما نقدرش نقول المغرب إلا قلت العالم كامل أنا متفق على هذا. أكيد راه هذا الشيء يبينوا لك البطولة الأخرى اللي تنظمت البطولة الإن بي سي اللي تنظمت في الرباط اللي عرفت المشاركة ديال عديد كبير من الأبطال اللي ما كانش متوقع. هذا الشيء اللي غيخلي أن البطولة ديال الضابطة الكبرى تعرف نفس الشكل عدد كبير ديال الأبطال
تنظيم جديد بحلة جديدة وبجوائز مالية قوية. شوف داي انتما عارفين انه رياضة كمال الأجسام بغى العاقة هي جات عندكم دابا جوائز مالية مزيانين اللي غادي تحفزكم انكم تزيدوا وتعطيوا اكثر في البطولة وتأكدوا ان من هذه البطولة غادي يكونوا بطولات اكثر واكثر. دونك جيو كاملين وشاركوا ما غاديش تندموا كيف ما كنقول. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.